إلى استعدادات المصريين لموسم الحج، حيث أكد دكتور هشام عطا رئيس البعثة الطبية للحجاج بوزارة الصحة أنه لا وجود لأمراض وبائية بين الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة حتى مساء أمس، كما نفى وقوع حالات وفيات. ولفت عطا إلى أن عدد الحالات التي ترددت إلى العيادات التابعة للبعثة الطبية بلغ 1298 حالة حتى الآن. وأشار رئيس البعثة في بيان له اليوم إلى أن عدد الحالات التي دخلت المستشفيات السعودية هي 13 حالة، ما زال يخضع 7 حالات منها للعلاج، في حين خرجت 6 حالات بعد تحسنها.